زملائي، وصلنا إلى النهاية. بدأنا من مرحلة الثانوية ومن مدارس مختلفة، لكننا اليوم كلنا معا كفريق. فكروا بكل ما خطوناه وبكل ما قطعناه من أصوات كأفراد وكصف. لنتطلع على صفنا عندما كنا طلبة الصف التاسع، يبدو لنا اليوم كأنه البارحة. بدأنا بأول مباراة كرة قدم، وأول مؤتمر للأمم المتحدة، وأول مؤتمر لمنظمة الراوند سكوير. وخطونا العديد من الخطوات الأولى، مع ذلك فكروا كم كبرنا روحا وجسدا. هذا الصف الذي ترونه أمامكم كان بلا شك من أفضل الصفوف في تاريخ كينجز أكاديمي. في أيامنا في كينجز أكاديمي حصلنا الكثير من نجاحات وجوائز ومسابقات عالمية. طلاب صفي تفوقوا على أنفسهم ومثلوا مدرستنا أفضل تمثيل في المسابقات العلمية والأدبية وعروض الأوركسترا والرقص والغناء والفنون وفي المؤتمرات. ففي هذا العام تمكن صفي من تحقيق رؤية جلالة الملك، وجمعنا شبابا من أكثر من 80 مدرسة في البرلمان الأردني النموذجي حول طاولة واحدة، ورأينا حبهم للأردن ينمو، ورأينا المعرفة تزدهر. مع ذلك سنيننا الأربع في الأكاديمية لم تمر مرور الكرام، بل واجهنا العديد من التحديات والعقبات التي وجب علينا التغلب عليها. كل طالب واجه لحظة صعبة في الأكاديمية، بمن فيهم أنا. لن أنسى أبداً اليوم الذي قمت به بإعلان في الاجتماع المدرسي لأول مرة. خرجت مع صديقي وقلت له: حتى أصبح خريجاً لا أود قط حضور الاجتماع. وقبل يومين قال لي ذاته: ألن تشتاق إلى الاجتماع المدرسي وكل ما كنت تتلقاه من صراخ وهتافات؟ ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. لكن هذا ليس ما يحصل في أكاديميتنا. 10 سنوات مرت على تأسيسها، وما زال سيدنا أبا الحسين يسقيها ويرعاها. عشر سنوات مرت على نجاحاتنا، على لقاءاتنا اختلطت فيها أصوات ضحكاتنا بأصوات هذا الصرح الأخاذ بجماله وكماله، وأصوات معلمينا ومشرفينا في الصفوف الذين نكن لهم الكثير من الاحترام والتقدير. وأصوات ثقافاتنا المختلفة في الغداء وفي المنامات، وأصوات الهتاف في الكازية، وأصوات الهدوء والتركيز أثناء الدراسة لساعات، وأصوات صراخ طلبة المرحلة المتوسطة الذين غيروا المدرسة إلى الأفضل وأنسأوا معنا أجمل الذكريات، وأصوات 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 ستبقي صدى كلماتها رنانة في قلوبنا حتى نهايات الأوقات. فيك يا كينجز أكاديمي نتلفظ آخر الكلمات بصوت واحد قبل تشتتنا في أرجاء الأرض إلى الجامعات. فقد جعلت حمل سفينتنا إنجازات علمية وأدبية وفنية ورياضية ونجاحات، وها سفينتنا تنطلق اليوم حول العالم لتصنع وتقود وتنهي كل ما يفرقنا. فعهدا علينا أن نعود لنشر الخير والمعرفة والعطاءات، وعهدا علينا أن نحمل رايات العلم والإيمان، وعهدا علينا أن نعود إلى وطن الأوطان. فكما قال الدكتور نضال جابر: تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن. إن الذي يرتجي شيئا بهمته يلقاه لو حاربته الإنس والجن. فاقصد إلى قمم الأشياء تدركها، تجري الرياح كما رادت لها السفن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.